الخليج هالونج باي من أشهر الأماكن السياحية في العالم، وهو مقصد لهواة التصوير. موقعه قريب من مدينة هانوي، تقريبا ساعتين بالسيارة. أخذنا الكروز هذا لمدة ليلة واحدة إن شاء الله، وراح نرجع غدا إلى مدينة هانوي. المنطقة مشهورة بالفعاليات البحرية، ومشهورة بأنها تحتوي على مجموعة من الجزر المتناثرة الأطراف. اليوم لنا جولة هنا في هالونج باي، وإن شاء الله بإذن الله راح يكون لنا زيارة في أحد الكهوف الموجودة في هالونج باي. ايوه ترى الفرن شغال.